ما أن أطلقت أول رصاصة في مطار الخرطوم الدولي حتى خسر السودان 5% من إجمالي صادراته ووارداته. مليارات دولار من عائدات صادرات الذهب توقفت هي الأخرى، مثلما توقفت الحركة التجارية مع مصر. ملايين الدولارات تتبعثر مع كل قذيفة تفجر مبنى أو تنسف جسرا. إنها ضريبة الحرب التي يدفعها المواطنون. غلبنا واسن نجي بقى صعبه جدا جدا واسن نمشي وين المشكله بقى خطيره علينا يا جماعه. انتوا يهلنا مشكلنا اننا مواطنين وعايشين بحظ الظروف مضطرين حقنا يوم بناكل فيها. ان لم تهدأ المدافع ستدخل البلاد في فوضى عارمه. يحذر الخبراء من مجاعه تطال الجميع. وحتى إن توقفت الحرب لن يعود التمويل الدولي بسهولة ولا ثقة المستثمرين، ولن يعود هؤلاء النازحون لدفع عجلة التنمية السودانية طالما أن بلد الثروات بلا استقرار سياسي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.